كابتن طارق، ايه في التعليق الفتره دي على المباريات؟ التعليق على المباريات في الوطن العربي الان، العرب كلهم يعني بيعتمدوا على مدرسه الزيطه والزنبليطه والحماس زاد عن اللزوم و المباراه ما بتوصفش بالظبط بالظبط. فحتى المباريات الاجنبيه اللي بنسمعها في بعض القنوات اللي بتذيع مباريات اجنبيه وبيذيعها مذيعين عرب، كلهم بيعتمدوا على الصوت العالي والتواريخ ومش التواريخ، ما بيديكش فرصه تتفرج وانت مستريح وهو بيتكلم، يبقى مثلا على طول ضاغط المعلق الانجليزي. بالظبط، بنحاول دايما دايما يعني الاجانب بصراحه بحاول على الانجليزي على طول. يعني انت غير راضي عن التعليق؟ لان بهدوء جدا. صحيح في ناس منهم بيقولوا معلومات كويسه العربي، بس ده مش كل الماتش. بس على طول بتبقى فيها، يا ريت يعني يقللوا شويه من المعلومات الكتيره اللي بيقعد يقولها والراجل مش هيستوعبها. والماتش مباراه شغاله ومحدش عارف هو بيقول ايه ولا الكلام ده كله. وفي نفس الوقت لازم تبقى نبره المذيع مختلفه، في وقت هادي جدا الكوره هاديه، في وقت عالي لما يبقى فيه سواء هجمه ولا جول، انما عالي على طول ما خلاص ما فيش فرق. مش راضي عنه يعني؟ يعني مش قوي يعني. طيب صراحة. انت كابتن طه كنت من رواد التحليل اللي بدات تحليل على المباريات والكلام ده كله. نعم. هل انت راضي عن التحليل في المباريات دي؟ شايف ان في مجاملات كتيره جدا بتحصل في اثناء التحليل من المحللين اللي موجودين؟ هو شوف، هقول لحضرتك على حاجه، المصري ما يحبش حد ينتقده. نعم. ويحب يبقى يتجامل يعني. ولو انت انتقدت طريقه اداء لعيب ولا طريقه اداء منتخب مدرب بيعتبرها كانك انت بتنتقده هو. فبتبقى عايزه يعني نعومه شويه في انك انت تنتقد طريقه الاداء بتاع اللعيبه. بس كده ما بيحصلش بره يا كابتن. لا بره، لا بره كمان يعني اصلا ما بيتعمقوش يعني. الاستديو بره ما بياخدش الاوقات الطويله اللي عندنا. يعني الاستديو اوقات طويله جدا على الفاضي. لان في هو طبعا عشان الاعلانات. وعشان يعني الاعلانات ما بره في اعلانات يا كابتن. يعني بره مثلا اهم حاجه في التعليق بره الاهداف. لأن كرة القدم فلسفتها إيه؟ إنك تجيب جول. طيب عشان تجيب جول ليها تاكتكس اللي بيوصلك للجول. أكيد هما بيعتمدوا على الحتة دي. هو بيعتمد على إزاي جبت الجول والتكتيك اللي اتعمل، إنما الكلام الكتير اللي تقعد تتكلم ده الوسط عمل والوسط مسوى وده كذا، كل ده ما تهموش. ورجع إبراهيم ورجع حسين. كل ده ما يهموش، كل ده هو يهمه بالذات إزاي الجول اتعمل، لأن خلاصة اللعب كله الجول جه إزاي اتعمل هذا الجول. بس هي دي الأهم.